هؤلاء الناس أحمد بن حنبل، الشافعي، العز بن عبد السلام، النووي، سيد قطب، حسن البنا، عبد العزيز البدري، صالح سرية، ما الذي خلدهم؟ ما الذي أظهر ذكرهم؟ كيف كتبت أسماؤهم في الكتب؟ إن التاريخ صفحاته قليلة لا تكتب فيها إلا أسماء العظماء. كيف برزت هذه الأسماء إلا بأعمالها، إلا بجهادها، إلا بتضحيتها، إلا بتمسكها، فبرزت قيمهم رغم الظلماء التي تحيط بالمجتمع وتلفه من كل جانب. أقول لكم إذا أردتم أن يظهر الله قيمة يرفعكم في الآخرة فانظروا إلى الآخرة.